الحنا يا لحنينا والحنا بيت النور عليكم. مساء الخير يا العذرات، توحشتكم. شكون توحشني؟ لحقوني من البارح لليوم دي سونتين دي ميساج. مايا وين راكي؟ مايا شكل ديري؟ مايا ميقولو؟ مايا رامي ديرو؟ واش كي غبت يومين؟ تخلطت الحاله. كش على بالي ما تحبوني كاع هكا؟ ابد. ميرسي بوكو على كامل اللي سقساو عليا، على كامل اللي بعثوا لي لي ميساج، على كامل رسائل الحب اللي جاتني من عندكم. شوفوا سما في انورمون بليزير. حبيت نقول لكم بلي شوفوا انا انسانه جست بمراحل في السوشيال ميديا، ومن بين هاد المراحل جست بدي مومون تري دور تري ديفيسيل. بحكم تجربتي في مواقع التواصل الاجتماعي تعلمت حاجات بزاف بزاف مهمه، اللي يجوا بالخبره يجوا مع الوقت يجوا. تعلمت بلي نهار يكون عندي مشاكل، نهار ما نكونش مليحه، نهار عندي دي سوسي، نهار عندي حاجه بيرسونيل. بحكم تجربتي في المواقع وبحكم هاد السنين اللي عشتها معاكم، طحنا في دي او اي دي بون، مي مع الوقت افيك ليكسبيريونس وحنا نتعلموا ونكبروا يتبدلوا فينا بزاف حاجات. انا مع الوقت قررت انه في لي ريزو سوسيو ما نزيد نبارطاجي حتى حاجه من غير البوزيتيف فايبس، غير الحاجات الإيجابية، غير الفرحة، غير كي واحدة تدخل ستوري تاعي ولا الفيد تاعي دير واو هذا رائع، تلقى غير لا جوا ما تلقاو لا الحزن لا المشاكل لا الهم لا النيجاتيفيتي لا فلان وفلتان، تلقاوني غير انا كو موا اي لو بونور لي دان. انا وين نروح ننشر طاقتي الجميلة والحب وتو سكي بوزيتيف سي تو. هذه اول حاجة. ثانيا يعني اذا كتشوفوا لي ديرني طون لي ديرني موايتو راكم تشوفوني انا 99% في ستوري هاتي، وتشوفوا الباقي تاع الناس اهلي ومعارفي 1%. ثانيا احنا بكري في لي ريزو سوسيو في الديبي تاعنا كنا نخدموا اطار غير قانوني، كنا متواجدين هنا اطار ما عندناش صفه قانونيه. كي تروح زعما ان ايفينمون ولا تروح ادمنستراسيون ولا نيمبورت كال بلاصه تقولك شكون انت، تقولوا انا يا انستغرامر يوتيوبر، قلت لك شنو انت. بصح حاليا لي ديغني طون ولا عدا اطار قانوني، كاين حاجه اسمها المقاول الذاتي، بطاقه المقاول الذاتي. هذا المقاول الذاتي هو الانسان اللي ما عندوش ستاتيو، اللي ما عندوش ما كانش عنده من قبل صفه قانونيه، داروا لنا دوكا صفه قانونيه. دوكا عندنا كارت بروفيسيونيل، عندك لي بابيي تاعك، عندك كلش تخدم بلي فاكتوراسيون، عندك كونت بانكار، عندك يعني صفة قانونية. يعني كي يكون اي تجاوزات اي مشاكل ما تجيش تحلهم على نفس طوري، كاين اطار قانوني. عندنا محامين، كل واحد عنده المحامي تاعو، عنده المكتب تاعو، عنده الكاشي تاعو، كلش اطار قانوني. قلت لكم بطاقة المقاول الذاتي حمد لكم ريل بعد العيد نحكي لكم كل تفاصيل كيفاش اي شخص منكم سواء كان مصور انستغرامر يوتيوبر، عندك صفحة تخدمي حلويات في الدار، ما عندكش صفة قانونية، تقدري ديري بطاقة المقاول الذاتي. هي متخصصة للناس اللي يخدموا أونلاين، اللي يخدموا فريلانس، اللي ما عندوش مكتب ما عندوش محل. هاد الناس دولة الجزائرية دارتنا كما نقولوا صفة قانونية، وبهذه الصفة يولي عندك الكاشي تاعك، رجيستر دو كوميرس تاعك، ولي زامبو ما تخلصوش كاع بزاف. مول عيد حنحكي لكم التفاصيل. او ميم طون تولي عندك صفه قانونيه، تولي عندك لافوكا تاعك اللي يخدم لك لي فاكتور ديالك، اللي يخدم لك لي كونطرا ديالك، ماشي لي فاكتور، يوري لك كيفاش دير لي فاكتور، يوري لك كيفاش تخدم بصفه قانونيه، يوري كيفاش تحمي روحك من الاشاعات، من المشاكل، من الناس اللي تستعمل صورك، من الناس هادو كامل. تولي ماشي تطاكي هنا في ستوري، تولي تطاكي اون جوستيس. مادام ولات عندك صفه قانونيه، ولات عندك بطاقتك الخاصه، ولا عندك كل حاجه في اطار قانوني، يعني اي انسان يتعدى عليك على شخصك على صورتك على اسمك، تيراكتومون تحيل لا جوستيس.
au lieu de باش هكا اون ايفيت لي كلاش اون ايفيت المشاكل دونك انا صراحه كاف تطور تو مثلا تو مثلا انا ماذا بيا تو لي انفلونسور تو لي يوتيوبر تو لي جون كي راهم هنا في لي ريزو يولوا عندهم اطار قانوني باش مره اي مره من المرات اي انسان يتعدى عليك اي مشكل صار في السوشيال ميديا تحلو باطار قانوني تخسر محامي يتكفل لك بالقضيه تاعك يعني بلا ما تدخل في لي ديبا ميم بالنسبه للاشهارات ولي تخدم اشهارات اونوار وصاروا لك مشاكل دير دي فاكتوراسيون الكاشي تاعك كلش في اطار قانوني غدوه من غدوه يصرى اي مشكل راك محمي هادو كامل راح نحكي لكم عليهم بعد العيد ان شاء الله سي بور سا شتوني ولاو يخرجوا عليا دي رومور ولا لي باج يهضروا عليا نيمبورط كو ولا انسان يهضر عليا ولا جو ريبون بلو سي بون جي فيني هاد ليتاب اون ا ديباسي هاد علاش راكم تشوفوني لي ديرني طوف انا هضرت في هذا الاخر قالها وفي لا باج دوكا ما عنديش الوقت دوكا عندي شوما راني نمشي عندي طريق عندي صحاباتي لي كادو لي كونكور عندي خدمتي اوغ لي ريزو سوسيو عندي مي فواياج عندي كدا دوكا راني مخليه توت اون ايكيب ديغيغ مو لي راهم مستكلفين بتو سكي اطار قانوني تو سكي مشاكل تاع لي ريزو نحلوهم لوان دو موا مع المحامي بعيد عليا صرعونيش هنا هنا خلاص انا جدي باسي هاد لي زيتاب دوك عندي ولادي عندي البانا رايحين لواحد البلاصه في الصحراء غدوه ان شاء الله سي ترو ات غدوه ان شاء الله جوست مون الفطور انا رايحين يعني نبارطاجي معكم كلش ان شاء الله نهار الاثنين عندنا الاف الاطفال هذا رمضان فرحناهم سما في انورمون بليزير دوك عباكم ما في لي ريزو انايا جو تبدلت شويه فيغ بزاف حاجات باغ اكزومبل او ديبي كنت زعما نتبع فلانه فلانه جو سوي فلان فلان دوكا خلاص دوكا اي انسان شوف داير محتوى نيجاتيف لبكا وضبح وندب ما نقدرش نحملهم تو سكي عفسه فيها شويه نيجاتيفيتي شويه هضره عندنا شويه شرات بلا بلا بزاف جو سي با كو ديزابون جو ديزابون كاين ناس نخدم معاهم ما نقدرش ديزابوني بصورتي ما نقدرش نشوفهم وكليت نشوف غير الناس اللي حطوا الحاجات الشابات والحاجات البوزيتيف اللي طلعوا لي المورال كي نطلع عندها ستوري يقول لي شحال الحاله كنشوف ستوري تاعها نفرح ملي نشوف لي ستوري تاعها يجيبوا لي اكتئاب حبستهم بلو جامي يا يما العزيزه انا هنا باش نطلعوا المورال باش نفرحوا ونضحكوا ماشي باش تغمونا يا خاوتي لا دونك هذه هي وفكروني مور العيد ان شاء الله نحكي لكم على بطاقه المقاوله الذاتيه كيفاش ديروها وكل التفاصيل على بالي حيفيدكم تاني بيان سور تال معيت بزاف وعندي سمانه وانا نجاره عييت هذا شوفوا قد ما فرحت هذا رمضان قد ما طلع لي المورال والحمد لله يا ربي نقدر نقول لكم اجمل رمضان في 5 سنين مروا عليا والله العظيم عييت بزاف لواحد لو بوين تاع اليوم نهار كامل وانا مكسله ما قدرتش نط فطرت عاود كسلت طبت هادو ما ظهري جنابي كامل يسطرو صوت البارح عييت بزاف دوك غير مقبله غير كملت فطوري تكسلت شويه نطبخ جي بري ما دوش دوشت الله الله ما جيت درت معاكم هنا لي ستوري دوك راني ندير فلاكريم دغاتون تاعي